إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فها نحن ذا قد اقتربنا من العشر الأواخر من رمضان، هذه العشر التي كان عليه الصلاة والسلام يتحراها ويأمر الناس بتحريها، ومع أنه عليه الصلاة والسلام كان خير الناس وأكرم الناس، ولكنه كان خير ما يكون في رمضان، كما ثبت عنه كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، إذ يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا في رمضان كله، إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، شد مئزره، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ شيئا جديدا يختلف عن بقية رمضان. ولذلك إخواني، لا بد من أن نستعد ولو نفسيا إلى أن نتذكر هذه القضية، أن العشر الأواخر من رمضان ما ينبغي أن تكون كمثل غيرها، ولا يكون فيها من التقصير ما يكون في غيرها. ولو كنت مجتهدا في غيرها فعليك أن تزيد في الاجتهاد فيها. وحال كثير من الناس أنهم عندما يقترب العشر الأواخر من رمضان يبدأون بالتقصير. كثير من المساجد تجدهم في أول رمضان أكثر اجتهادا، ومن حيث الأعداد أكثر أعدادا، والأمر عجيب، مع أن الأجور، مع أن الاجتهاد، مع أن التحري، مع أن الفضل يقتضي أن يكونوا في آخر رمضان أكثر منهم اجتهادا عما كانوا في أول رمضان. تفتر الهمم وتنحل العزائم، لماذا؟ ألم يكن الذي ابتدأ الاجتهاد في أول رمضان يريد رضاء الله، يريد الأجر الكبير؟ فالأجر الكبير يستمر إلى آخر رمضان، وهو في آخر رمضان أعظم منه في أول رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد إلى درجة أنه كان يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله. وللعلماء في شد المئزر قولان، فمنهم من يقول إن شد المئزر هو من أجل كثرة العبادة، كالذي يشمر ثوبه من أجل أن يشتد في الإسراع في المشي أو في الركض،
فهذا يسارع في العبادة. وقول آخر أنه يمتنع عن النساء، شد مئزره، أي يمتنع عن النساء من أجل التفرغ للعبادة. وكل من المعنيين صحيح، وكما قال الشاعر: قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء وإن باتت بأطهار. فالعبد في العشر الأواخر من رمضان ما ينبغي عليه أن يجعلها كمثل غيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره، وأمر بتحري أيام من العشر الأواخر، فثبت عنه تحري السابعة بعد العشرين من رمضان، وثبت عنه تحري سبع يبقين من رمضان، وثبت عنه تحري العشر من رمضان الأواخر، وثبت عنه تحري الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، أو الأوتار من العشر الأواخر من رمضان، وثبت عنه تحري تسع يبقين، وسبع يبقين، وخمس يبقين، وثلاثة يبقين، وآخر آية منه، أو آخر آية منه، أو آخر ليلة منه. هذه كلها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو سبب هذا التحري؟ وكيف يكون؟ وهل فعلا يكفينا أن نتحرى ليلة السابع والعشرين كما يفعل غالب الناس؟ أولا، التحري هو من أجل تحري ليلة القدر، التحري هو من أجل تحري ليلة القدر. يا أخي اجلس، غفر الله لك، من أجل تحري ليلة القدر. وليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه بالليلة إذا حضرت، وكان يتحراها في رمضان، حتى إنه مرة اعتكف العشر الأول من رمضان وبقي حتى خرجت العشر الأول، فأخبر أصحابه أنها لم تأتي، فاعتكفوا العشر الأوسط من رمضان، فبقوا حتى انتهت العشر ولم تأتي، فقال: أريتها وأنا أسجد في ماء وطين، أريتها وأنا أسجد في صبيحتها في ماء وطين، أي أسجد في الفجر الذي يأتي بعدها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صبيحة تلك الليلة، وكانت ليلة 21، في ماء وطين، فلقد رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت. فهذه ليلة كانت ليلة 21، وثبت أيضا في حديث أنه رؤيت ليلة 23، وثبتت أيضا في ليلة 27 في أحد الليالي، حتى حلف بعض الصحابة عليها. وثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن القرآن نزل ليلة 24 من رمضان، وهذا يعني أنها نزلت أيضا في ليلة 24، لأن القرآن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن وهذه التي ثبتت، لكنه عليه الصلاة والسلام أيضا ثبت عنه أنه مرة خرج من أجل أن يخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان فأنسيها. إذن فليلة القدر ليست ليلة معينة من السبت أو من العشر الأواخر من رمضان في كل السنين، وإنما هي إحدى تلك الليالي، الله يعلمها لا نعلمها، لكن لها علامات. الشاهد من الكلام هذا هو المقصود من تحريها في تلك الليالي. فأنت عليك أن تعزم على أن تتعبد لله عز وجل خير التعبد في كل العشر من رمضان. لا تجعل إحدى تلك الليالي ليلة تعبد وبقية الليالي ليست كذلك. فإن قال قائل: فأنا أقوم الليالي الأوتار، ويقصد بالليالي الأوتار
ليلة 21 و23 و27 و25 و27 و29. والجواب أن هذا قد يكون غير دقيق في كل السنين. لماذا؟ لأنه قد أمر الإنسان بتحريها، لأن الغالب على رمضان أن يكون فرديا، لكن أحيانا يكون رمضان زوجيا، بمعنى أن يكون الشهر 30 يوما. فإذا كان الشهر 30 يوما فالتسع التي يبقين هي ليلة 22، والسبع التي يبقين هي ليلة 24، والخمس التي يبقين هي ليلة 26، والثلاث التي يبقين هي ليلة 28، وآخر ليلة منه هي ليلة 30. فأوتاره إذا حسبت من آخر الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام، تحروه لتسع يبقين، لسبع يبقين، إلى آخر الحديث، فأوتاره هي أزواجه إذا كان الشهر زوجيا، وإذا كان الشهر فرديا فأوتاره هي أوتاره. وما أدرانا نحن كم سيكون الشهر. لذلك العبد الصالح الموفق يقوم تلك الليالي كلها ويتعبد إلى الله فيها كلها من غير تفريق بينها، فإذا قامها كلها فبإذن الله عز وجل يكون قد وافق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أننا لا نساوي شيئا في علمه، قام عليه الصلاة والسلام بالناس بعض الليالي وما قام فيهم كل الليالي. ففي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهم لسبع بقين من رمضان، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قام إلى ثلث الليل، ثم لم يقم لست يبقين من رمضان أو بقين من رمضان، ثم قام لخامسة بقيت من رمضان حتى صلى إلى شطر الليل. فلما أراد أن ينصرف قال أصحابه: يا رسول الله، هلا نفلتنا بقية ليلتنا؟ فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم التي تليها، ثم قام لثلاث بقين من رمضان، فقام حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور، حتى خافوا أن يفوتهم السحور من طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الثلاث التي بقيت من رمضان. فالشاهد من الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بعض الليالي، فلا بأس إذن من التحري بعضها، لكن بشرط أن تقومها كلها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك القيام في الناس من أجل أن لا يفرض عليه، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة في الناس، أو أنه أمر ففرش حصيره فقام يصلي، فقام ناس معه فصلوا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام في الذي يليه قام فصلى، وهذا يعني أنه صلى أياما متوالية، فقام جمع أكثر منهم، ثم قام في الليلة الثالثة فامتلأ المسجد، ثم لم يخرج الليلة الرابعة فغص المسجد وعجز عن أهله، اجتمع الناس حتى صلوا خارج المسجد فلم يخرج عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج إليهم حتى الصبح، وهو عليه الصلاة والسلام يصلي قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، فصلى لكنه ما خرج إليهم ليصلي بهم. لما خرج الفجر قال لهم: إنه ما خفي علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرحمة بهذه الأمة ما أراد أن يصلي بها كل الصلوات، لأنه لو خرج وصلى بهم قد تصبح مثل صلاة الجمعة، يلزمهم في كل ليلة من ليالي أن يصلوا هذه الصلاة مع الإمام، فكان الناس بعد ذلك يصلون فرادى أو يصلون جماعات منفردة،
هذا يصلي بخمس وهذا يصلي بست وهذا يصلي بعشر ولم يجتمعوا على إمام بسبب أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة عباد الله، ومن باب المراجعة لبعض الحسابات، والمؤمن يجعل حساباته في أمر آخرته أهم من حساباته في أمر دنياه، فقط نريد أن نراجع لماذا في غالب المساجد أعداد المسلمين تناقصت، لماذا في أول رمضان كان العدد كبيرا جدا حتى إن كثيرا من المساجد كأن الصلاة صلاة جمعة في المسجد وخارج المسجد وحول المسجد وفي جميع الطبقات، ثم بعد ذلك ما أن ذهب الأسبوع الأول وإذا بالمسجد يتناقص العدد، وإذا في صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء مع التراويح أيضا، ما السبب؟ هل وجد هؤلاء القوم الذين بدأوا يتناقصون وكثير منهم موجود معنا الآن يصلي معنا الجمعة، هل وجدوا أن الأمر متعب إلى هذه الدرجة؟ أسأل هذا الذي بدأ يتناقص مع الناس ويذهب، أما زلت تجد تعب تلك الأيام التي كنت صليتها مع الناس، أم أنك الآن تندم على